السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخداري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم عصير اقتصادي صحي للأطفال ديالكم. يعني بالنسبة للأطفال ديالها ما كيبغوش يفطروا، فهذا العصير هذا تعطيه لهم يشربوه رائع ومتكامل. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابوناو فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم دعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم، فعلى بركه الله غادي نحتاجو في المكونات. عندي الجوز او القرقاع، عندي حبه موز وكتبقى اختياريه، يعني الا بغيتو تكتفيو غير بالفواكه الجافه بوحدها اكتفيو بها. انا هنايا ضفت واحد الموزه، وممكن انكم تضيفوا فواكه واحد اخرين مثلا كالافوكا حتى هي زوينه. عندي هنايا القليل شويه يعني كميه من التمر حيت لا العظم، وعندي القليل من الزبيب ونصف لتر من الحليب. يعني عصير كيجي صراحه رائع، والاهم انه صحي جد جدا للاطفال ديالكم خصوصا فتره الامتحانات. انا هنايا ما غاديش نضيف السكر، نتوما ضيفوا السكر الى بغيتيو، يعني حيت التمر حلو الزبيب حلو والبنان كذلك، فما كاين لاش السكر. يعني من الافضل ما تعلموش الوليدات ديالكم السكر من الصغر ديالهم. بسم الله. العصير ديالنا كيجي على هذا الشكل، هذا صراحه كيجي رائع، الرائحه ديالو جد جد شهيه. غدا نجيب الكوكوس، وبالنسبه للاطفال ديالكم ممكن هذا تصيفطوه لهم مثلا بحال سناك المدرسه في لي طاس ديالهم. كما كتلاحظوا كيفاش كيجينا العصير، كيجي صراحه جد 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 رائع وبنين. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش انكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.